الكريم، عضو شبكة شام. سلام، أهلا بك معنا. سلام، ضعنا في الصورة ما يجري الآن في مدينة اللاذقية في ضوء هذه الاشتباكات التي تجري وفي ضوء الانسحابات المتواصلة لقوات النظام. نعم، تستمر التطورات الكبيرة التي تشهدها مناطق ريف اللاذقية، بالأخص مناطق الاشتباكات والمحاور التي سيطر عليها مقاتلو الجيش الحر في هذا الأسبوع الماضي، ومنذ بداية العملية التي ابتدأوا فيها منذ أسبوع كامل. أبدأ من صباح هذا اليوم امتدادا لعمليات ليلة البارحة، تم تحرير قرية بيت الشكوحي بشكل كامل من قبل كتائب الجيش الحر واغتنام عدد من الأسلحة والذخائر. وهذه المنطقة التي شهدت عمليات كر وفر منذ أول يوم لعملية إحفاد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لتحرير الساحل السوري. نعم، وبهذا يصبح مقاتلو الجيش الحر على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد فقط عن قرية الجنجيل الواقعة في منطقة الحفة. على منحى آخر، تواصلت الاشتباكات العنيفة جدا على محاور قرية السربة وقرية أوبين، واستخدام النظام لقوات كبيرة جدا لاقتحام هذه المناطق. وحتى الآن مشاهدو ومقاتلو الجيش الحر والكتائب الأخرى تردهم وتدحرهم خائبين بعد تواصل الاشتباكات كما ذكرت لك. أيضا حاول جيش النظام البارحة اقتحام قرى جبل الأكراد من جهة قمة النبي يونس وكتف أصهاونة بعد قصف عنيف جدا قامت به طائرات الميج والسوخوي الحربية على مواقع الاشتباك وعلى مواقع قرى جبل الأكراد. نعم، وحدثت اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا بين قوات الجيش الحر وكتائب النظام على هذا المحور. ايضا كما ذكرت لك، الطيران الحربي ممثلا بطائرات الميج والسوخوي لم تغادر سماء قرى جبل الاكراد والتركمان، حيث قامت بقصف مصيف سلمى والقرى المحرره حديثا، بالاضافه لقصف مواقع الاشتباكات من جهه مقاتلي الجيش الحر. ايضا جبل التركمان تعرض لقصف عنيف جدا بجميع انواع الاسلحه، لا سيما ناحية ربيعة والقرى المحيطة بها، مما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأحراش والغابات الممتدة على طول جبل التركمان وقرى حتى الحدود إلى تركيا. اليوم صباحا شهد قصف عنيف جدا 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 بكل ما تعني الكلمة على جميع قرى ريف اللاذقية المحررة، لا سيما قرى جبل الأكراد. الآن المشافي الميدانية في جبلي الأكراد والتركمان تغوص بشكل كبير جدا بالجرحى والشهداء. الآن نداءات استغاثة تطلق من هذه المشافي لجلب والمساعدة بأدوية التعقيم وأدوية الجراحة، نعم، بمساعدة بطواقم الجراحة بطواقم المسعفين، بمساعدة بنقل وجلب سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والجرحى والشهداء من مناطق الاشتباك على المحاور التي حررها الجيش الحر حديثا. شكرا جزيلا لك. السلام عبد الكريم، عضو شبكة شام، كنت معنا من مدينة